استاذ امراض البطنه والسكر وعضو والعضو اللجنه القوميه للسكر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا ستي. اهلا دكتور. كنا عايزين نشوف عايزين نعرف ايه علاج الضغط لمرض السكر. هل علاج مختلف عن الناس اللي ما عندهاش سكر؟ يعني هو مش مختلف قوي، انما بيبقى له يعني احتياطات معينة وقواعد معينة برضو تختلف نوعيا عن بقية المرضى. اولا التارجت اللي انا عايز اوصله او الهدف اللي انا عايز اوصل به لمرضى السكر ان هو ما يزيدش عن 140-90. واذا كان العيان ده عنده اي حاجة في القلب او عنده اي عوامل خطورة زي مثلا سكر، زي قصور في الدورة الدموية الطرفية، زي ذبحة صدرية قبل كده، أي حاجة من دي بننزل كمان بالتارجت بتاعنا ل 130-80. يعني الهدف من العلاج لازم أوصل في عيان السكر ل 140-90، ولو عنده أي مشاكل في القلب يبقى 130-80. دي أول حاجة. تاني حاجة بنفضل بعض الأدوية في علاج مرضى السكر اللي عندهم الضغط، زي مجموعه معينه زي اللي بنقول عليها اللي هم الايس انهبيتورز او الراس انهبيتورز او مثبطات الرينين انجيوتنسين سيستم. دي مهمه جدا عشان دي بتفيد الحساسيه بتاعه الانسولين وبتعالج مرض السكر وبتمنع ارتفاع مش بس الضغط، لا ده كمان بتمنع ارتفاع السكر. فدي حاجه تانية. برضو بنفضل ان احنا ندي بعض مدرات البول، لان مريض السكر بيبقى دايما عنده مشاكل في ان هو بيبقى عنده اوفرلود، يعني بيبقى دايما عنده ملح زايد في جسمه وميه. فبنفضل ان احنا برضو ندي في الاول اللي هي الدايوريتكس او الحاجات اللي بتدر البول علشان برضو تحمي القلب، الى جانب بقى الادويه الحديثه برضو اللي هي بتحمي مش بس مريض السكر من او من الضغط، انما بتفيد عضله القلب، زي مثلا اللي هم مجموعه البيتا بلوكر او مثبطات البيتا. دول كانوا زمان بنديهم وبطلنا نديهم الفتره اللي فاتت، انما رجعوا تاني ببعض التحوير في اللي بنقول عليهم سيلكتيف بيتا بلوكر، او يعني بقوا مجموعه مور ادفانسد او بيبقى لها يعني تخصصيه اكتر انها تشتغل اكتر على القلب في مريض السكر وبتنزل الضغط طبعا. فبتفيد الحاجتين، وزي ما انت شايفه ان احنا دايما بنحاول دلوقتي ندي ادويه، او اللي طالع في الجديد في السوق ان احنا بندي ادويه بتكنترول السكر وتفيد القلب، والعكس تكنترول القلب وتفيد السكر الاثنين. عشان كده يمكن الادويه بتبقى غاليه شويه اليومين دول. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، وتشرفنا بلقائك. شكرا.